حتتين بس من الخلطة اللي معانا، ونقلب التوابل اللي بتاعتنا كلها حلو كده في قلب بعض. بس انا هستخدم ايدي عشان عايزه المكونات تمتزج كلها في ايه مع الفراخ بتاعتنا او البانيه بتاعنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم حبايبي، يا رب تكونوا جميعا بخير باذن الله. ان شاء الله النهارده هنعمل تتبيله بانيه جميله جدا وسهله وجميله وطعمها حلو، يعني ايه مفيش اي مشكله فيها. تمام كده، انا معايا نص كيلو بانيه، صدور بانيه اهي، تمام كده، علبه زبادي بلدي، معلقه بابريكا، وكيس خلطه شيش طاووق اهي، كيس خلطه شيش. تمام ده بنجيبه من عند العطار. تمام حبايبي، ده اديله طعم وطعم تحفه كده باذن الله. بس اهم حاجه ساعه ما نجيب البانيه ننقي البانيه، ما نجيبش البانيه اللي هو يكون فيه ميه كتير، لا ننقي البانيه اللي هو يكون بصوا شايفين ما فيهوش اي نسبه ميه. تمام اهي، اول واحده زي اخر واحده، يعني بص يكون ناشف كده، ما يكونش فيه بانيه، ما يكونش فيه ميه خالص. تمام حبايبي اهو، عشان تطلع النتيجه حلوه. طب ليه يبقى ناشف كده ما يبقاش فيه ميه؟ لان لغايه ما احنا نحطه في التتبيله ونسيبه مثلا قد ساعتين ثلاثه، نطلعه يعني قبل الاكل على طول نحمره، حيبوش معانا، فاهمان؟ حدوب خالص، لغايه ما تيجي تحطيه في التتبيله هتلاقيه ما فيهوش. لكن كده طول ما هو ناشف احنا هنيجي نغسله بس شطفه بسيطه كده على الحوض وخلاص كده. لكن لو انت جبتيه مي مي وفي ميه كتير، تمام، مش هديك نتيجه حلوه. فيستحسن تجيبي من جزار الراجل بتاع الفراخ يكون كويس، تمام، وانت تنقيه بايدك اهو. تمام انا هشطفه كده على الحوض خلاص اهو، شطفه بسيطه كده برده على الحوض، مش عايزاه برضو اخليه فيه ميه كتير. شايفينه ازاي؟ اول واحده زي اخر واحده اهو، ناشف وجميل وما فيهوش ميه اهو. شايفين حتى الطبق اهو، شايفين نسبه الميه اللي فيه بسيطه خالص، يعني لا تذكر كده. انا هشطفه شطفه حلوه اهو. في ناس بتحط له خل، بتحط التتبيله بتحط، هي بتشطفه كده بتحط له خل، لا الخل هيهريه، الخل حهر، لان طبعا ده لحم بس، لحم الفراخ بس، فهتهري معاكي. فلا انا عندي هعمل، هجيب ليمونه تمام واعصرها عليه واغسلها بس، لا اكتر ولا اقل، ليمونه بس. خلاص حبايبي شطفت شطفه حلوه، برضو اعصر عليه ليمونه اهو عشان لو في اي زفاره شيلها. خلاص اهو ليمونه واحده، خلاص نقلب برضو تقليبتين كده ونشطف شطفه تاني وخلاص على كده اهو. نشطفه حلو وصفيه ونرجع تاني مع بعض. خلاص حبايبي شوف شطفته ازاي، بسم الله ما شاء الله، ورد اهو خلاص كده وما فيهوش برضو اي نسبه ميه اهو. خلاص اضيف معلقه البابريكا، تمام، واضيف كوبايه الزبادي اهي، تمام كده، واحط معلقه يعني قد معلقتين من كيس الشيش، معلقتين اتنين. خلاص حطيت معلقتين من معلقه الرز دي، معلقتين بس من الخلطه اللي معانا، ونقلب التوابل اللي بتاعتنا كلها حلو كده في قلب بعض. بس انا هستخدم ايدي عشان عايزه المكونات تمتزج كلها في ايه مع الفراخ بتاعتنا او البانيه بتاعنا اهو. حاول كده نقلبه برده حلو، خلاص اهو نديله تقليبتين كده حلو لغايه ما ايه الزبادي تروح خالص مع البانيه. خلاص حبايبي انا خلطت المكونات كلها مع بعض اهي كده جاهز، معانا ان احنا نسيبه ساعتين او قبل ما تحضري الوجبه بتاعتك، تمام، تطلعيه على طول تتبليه وتحمريه على طول، لان خلطه الشيش دي فيها كل المكونات اهي، فيها الملح وفيها فلفل وفيها كزبره وفيها كل حاجه، يعني بتغنيني عن اني انا احط توابل من المطبخ عندي، لا انا بجيب الخلطه دي جاهزه على طول بحطها على البانيه والزبادي والبابريكا وخلاص على كده، ما بضيفش اي مكون تاني. والله والطعم يا جماعه تحفه، لا بحط ميه بصل ولا توم ولا اي حاجه، هي فيها كل المكونات اللي بتدي الطعم للبانيه.
خلاص كده كده نسيبها كده ساعتين ثلاثة كده في التلاجة، وتطلعيها على طول على ال تحطي يعني تحطيها في التتبيلة وتحمريها على طول، وبألف هنا وشفا. إن شاء الله جربوا الطريقة دي وهتعجبكم بإذن الله. بس طبعا أتمنى اشتراك في القناة، فعل الجرس واعملي مشاركات عشان الكل يستفاد. معاكم فرحة، معاكم أم فرحة. يلا اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.